المشكلة صلي عنا، المشكلة من ساعة الثورة وهم بتوع المحافظة قالوا لنا ايه، قالوا لنا روحوا اقعدوا في الشقة دي واحنا ايه هنجيلكوا نعمل بحث والكلام ده، وما فيش حد جنبنا بس، وما فيش حد عايز يعبرنا، واحنا جايين النهاردة عشان نعمل شكوى لموضوع الشقة بس. عند عايزين بس عملية مش هنقدر، عايزين نشتغل او عايزين عملية بس. انا اسمه ابراهيم مش محافظ بنسوي فجرين، انا عايزين نشتغل اشتغلنا من عمل. أنا عندي عملية في القاع شوكة الورد طبع الطعام الراجل خلي فريق الأمر عادي اشتغل مش عايزين اكتر، احنا مش عايزين حاجة فيه استنى تنظيم واحنا في الباك العيان وانا بخلص مزاق يعني انا جاي من تحت مشتغل ولا خاف لي هاتيل امال ان شاء الله ما بدك في الصورة مش مرحب هتدخل سليم بس احنا عايزين وعايزين حل اللي احنا فيه حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل 100 مرة عشان ابني تعبان، وهو لو زاد زي رقدة ابني كده ولا معاه عي زيه كده هيقول ان الله الرسول ابني حرام عليه لما يسيبه كده. يا رئيس خلينا يقف معانا نعمل عملية، طلب منا العياء يعمل عملية. طب يبقى ثلاثة كل يوم والتاني يعمل اشعاعات، هجيب منين اعمل اشعاعات؟ انا عامله قد كده اشعاعات اكتر من 10000 اشعاعات، هجيب منين؟ اللي باز نشتغل بهم انا اعمل لهم اشعاعات، هجيب منين؟ المشكله بتاعتي بطلب من رئيس الجمهوريه معاش استثنائي وانا باخد مساعده ماليه 110، مساعده ماليه وعندي اربع اولاد، عندي اربع اولاد وقاعد في اوضه وصاله خشب، وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى ناخد معاش، انا عندي جنطه في البدايه ومعايا الورق ما يزبط، بقدم طلب ممكن ربنا يصلح الحال ويكون وشنا حلو على رئيس الجمهوريه، احنا انتخبناه وقفنا معاه، محافظه البحيره كلها وقفت معاه، يعني احنا بندعي من ربنا سبحانه وتعالى ناخد معاش بس عشان نعيش ايامنا. انت عارف حضرتك الكهرباء بكام والغاز بكام والميه بكام والتعليم دخل علينا ايام مفترجه شهر رمضان كريم، يبص لنا بصه كده الناس الغلابه بقى، احنا بندعي بنقول احنا ما كناش نقدر نقف عند القصر هنا، و المرحوم حسني مبارك ما بقولش غير المرحوم الله يرحمه بقى انا بعتبره مات عشان ما عملناش اي حاجه، الله ما عمل لنا اي حاجه ولا كان بيبص لفقره خالص، الراجل جه وقال باب مفتوح، بس احنا بصراحه مش عاوز اقول لحضرتك احنا مش منظمين شويه، بس هم يفتحوا لنا الباب وقال لك الباب مفتوح، نقدم الطلب وانا اروح، كلنا كل واحد هيقدم الطلب بتاعه ويروح، مش عايزين اكتر من كده حاجه، وربنا يصلح الحال للجمهوريه، ويعني انا بدعي من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقه في عمله ويبص الناس الفقراء، وبنشكر الله سبحانه وتعالى ان هو الراجل مسلم ومسك البلد. عندي مشكلة، مش مشكلة، انا كنت واخدة حتة ارض تبع النيكل في عين شمس، دخلت المزاد ورسى عليا المزاد وبنيتها واستلفت من البنوك والدين ومهددة دلوقتي بالطرد، خدوا مني المحل ومش عارفة اطلب فلوسي منهم، والوزير عبد العظيم الوزير مع رئيس الحي قعدوا يهاجموني وعايزين يهدموا المحل، وفي الاخر المحل اتقفل واديني ناقصه ومطرود او مهدده بطلت في الشارع ومكسور عليا ايجار ومش عارفه ادفع الفلوس من ايه، واخده كروت كتيره من البنوك. المشكله الثانيه عندي بنت 16 سنه ما بتشوفش بعينيها، بايخه 7 دخات على التامين الصحي ولا عايزين يعملوا معايا اي
ان انا من سنه 98 طلع لي قرار الفصل عشان الغياب، جبت شهادات المره دي وبرده ما رجعليش العمل مره اخرى. جبت موافقه من محي الدين الغريب وبرده كان وزير الماليه قبل ما يتحبس، برده ما رجعتش. جبت موافقه من مدحت حسنين وبرده ما رجعتش. جبت موافقه من يوسف بودروس غالي اللي اخد فلوس التامينات ومشى، برده ما رجعتش. هروحوا فين بقى؟ ما خليتش. حسن مبارك كل سنه بنبعت له جواب على طريق البوسطه طلب التماس برجوع الشغل، 12 جواب في 12 سنه، ورئيس مكتبه ورئيس ديوان رئيس الجمهوريه زكريا عزمي ولا حد سال فيه. 14 سنه زول ما بيت الواحد اتخرج وحاجات ياما حصلت، يعني مش عارف اقول لك ايه.